الناس اللي متبعين عارفين هذه هي لوكوتي اللي كنشوفو اكثر في سينورمال في التلفازه ولا في افلام، ماشي شي حاجه اللي غتبان وما عمرها غتبان سينورمال. ولكن انا بالعكس ملي كان الناس اللي كيتبعوني كنبغيهم يعرفوا عليا هذا لوكوتي، انني انسان اللي كنبغي لا فامي والعائله عندي شي حاجه مهمه، وهي اللي هي اللي دايره احلام اليوم انني هاد العائله وهاد الحب اللي كيحيطني به عائلتي والمحيط ديالي، هي الحمد لله المقوم ديالي والموتور والطاقه اللي كناخذها كنكسبها من العائله ديالي. ام صارمه ملي خصها تكون صارمه في القرايه في لي دوفوار في اليوميه، يعني سي نورمال انا بغيت ولدي نشوف فيه احسن حاجه، يعني سي نورمال كان بالنسبه ليا وليد خصو يكون مربي، ودونك خصني نكون واحد الصرامه في اوقات اللي لازم تكون فيها. وسينو انا انسانه اللي عندي علاقه قريبه بزاف من ولدي، دونك كنبغي نلعب معاه، كنبغي نبارطاجي معاه بزاف ديال الحوايج، كيف كنلعب معاه كره، كنطفل انا وياه، و بيتر فرق السن اللي معناش كبير انا وياه كيعاوننا على القضيه. دونك بالنسبه له كنجي شويه بعنوبات، وغالبا كنجي بحال اختو اكثر من ماما.